بكتير، حب يعوض قام خسر الجلد والساق ومات فيها، وجايب مسرط بعد كده ورث التجارة وقدر يكبر الشركة ويعوض. طيب أنا لحد كده مش شايف مشكلية. المشكلة إن هو حاططني في دماغه، وفي ناس يعرفوني يعرفوه قالوا لي ثروت موسى قلبه أسود من ناحيتك وعنده عقدة إنك السبب في موت أبوه. أيوه بس ده لسه بيتعامل وياك. بيسايسني عشان شركتي لو بقت في جيبه هيتكوش على السوق كله، حتى بضاعتي مش عايزة تنزل السوق إلا عن طريقه هو بس. طب وانت رجعت في كلامك معاه ليه؟ جالي سعره أكبر في البضاعة، أصل البضاعة دي نادرة وأنا الوحيد اللي حاطط إيدي عليها. طيب يعني هو في إيده إيه؟ يعني يقدر يعمل إيه يعني؟ ده مخه ضارب، ورغم كل اللي حققه دماغه لسه دماغ عيل طايش. توفيق انت فين يا عم؟ انت هو احنا مش متفقين نسهر سوا النهارده، ولا انت هتفضل طول عمرك كده اونطاجي وبتاع كلام؟ وهي ساره تحلى اللبيه، وهي ساره تحلى اللبيه. يلا يا عم خلص، لمية مستنياك. قول له بس لمية مستنياك. قلت له قلت له اهو. يلا يا عم تعالى بقى يا سيدي. يلا تعالى بقى. معلش مش هينفع اخرج معاكم النهارده، انا مش في المود اللي هو يعني. ايه في ايه؟ ما تيجي. انا منزلتش من البيت النهارده مخصوص غير علشانك. بصراحه مشكله ماديه. مشكله ماديه؟ طب بس خليني اقابلك، كل مشكله ليها حل وكل عقده ليها حلين. اهم حاجه في موضوع ثروه موسى اللي قلقك ده ومن اخ لاخوه، انت عارف قضيه، انا احبك واتمنى لك الخير. من غير دباجه وافتتاحيه قول. بلاش تكتر عدوينك، خدها من اخوك، ما تخليش الديابه تعوى حواليك، كان شويه وهده. وبعدين انت اخويا واخد تلت شغل السوق ومعلم على التلت الباقي، بكفايه خد بالك على نفسك. الشغل ما فيهوش رحمه يا بدر، ولو رحمت غيري غيري مش هيرحمني. والله يا انت اضرب، بس خلينا في شغلنا. انا جالي تليفون من الناس اللي في اندونيسيا، البضاعه بتاعتنا هتوصل اخر الشهر، احنا هنعدي اللي هنعديه ميري والباقي في المراكب بتاعتنا وهنخزنه عندي في ابو تلات. انت الحاجه 4 مليون الا 200 الف، انت 1,900,000 وانا 1,900,000، وخلصت الشغلانه على كده. طب طالما تفويته بتفويته، ما كنا زودنا الكميه شويه عشان تجيبها امها واحنا بنعملها كل يوم. لا 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 يا ابويا، وانا مالي؟ لا يا عمي انا ما اخشش في حاجه بصدري كده معرفهاش، انما انت ملك الاسود، هنقول لك ايه؟ ما تظلمنيش يا بدر، مش اسود بس، خليك حقاني، همشيها لك قابض واسود. ماشي يا ابويا ماشي ماشي حاجة. خد يا ابو الضيف، ده الفاكس اللي وصلني من اندونيسيا، ادرس كويس وحد ابوك. ضيف، انت اللي مدخلني الشغلانة دي، وانت اللي سايق، اوعى تدخلنا في طريق الله يا ابويا. وانت خايف من سواقتي. يا راجل يا راجل، عيب عليك، حاشا لله. ده لي طول عمري اقول لو حطيت دماغي على دماغ ابو الضيه هتقول لي عشان نحكم العالم. والله اخويا لو عندنا وقت. لسه هنا؟ انا دماغي كانت فين؟ فين؟ انت هنا؟ ما حسيتش بيك يعني؟
تمام ليه يا بابا؟ لا ابدا، الدرج بس كان معاصلك شويه. طب اساعدك؟ لا لا متشكر. انا مش فاهماك، تصرفاتك كلها غريبه جدا ومش مفهومه. بتتصرف وانت داخل وبتتصرف وانت طالع، حتى بنتك اللي جالها عريس ولا كان في اي حاجه حصلت، ولا كانك مسؤول عننا، ولا كان البيت ده بيتك، ولا كان البنت دي بنتك اصلا. قلت لك طلعيني من دماغك يا فريال. يعني ايه هطلعك من دماغي؟ يعني سيبيني في حالي اني تعبان مش طايق نفسي، يا اما هروح ابات في اوتيل واشتري بقى كده. عمان مش جديد عليك، انا اي لاست هوب. برضه يا زينب؟ انت صحيتي يا حبيبتي؟ برضه عايزه تروحي تنظفي وتمسحي وتكنسي؟ هو انت ايه ما بتتعبيش؟ مش خلاص ربنا تاب علينا من الايام السودة دي، ليه عايزه ترجعي لها تاني؟ بقول لك ايه؟ ما انتش رايحه الجمعيه الخيريه وتدخلي لها الهبابه دي. سيبيني يا دولة. وبعدين اتوب عن ايه؟ اللي بيتوب ده يكون عامل ذنب، لكن انا ما بعملش حاجه حرام. فعلا انت ما بتعمليش حاجه حرام، بس اللي اتعمل فيكي بقى هو الحرام. ما تفكرنيش تاني بالايام السودة دي. انت يا زفتة اللي اسمك زينب؟ ايوه ست هان. فين السلسلة والخاتم السوليتاري اللي انا كنت سايباهم فوق على التسريحة؟ ها؟ سلسلة ايه وخاتم ايه؟ انا ما شفتش حاجة. ما حدش غيرك بيطلع الأوضة فوق يا حرامية. انا مش حرامية يا ست هان، مش حرامية والله، ما خدت حاجة. خلاص بقى يا زوزو، خلاص بقى يا بقى، احنا مش قلنا نفهمت. بلاش عبط يا بت، خلينا نشوف اكل عيشنا. وصح اخوكي قبل ما تنزلي قال لي انه عنده ميعاد، يمكن ربنا يوفقه في شغلنا كده ولا كده، ما تنسيش. جاكت عنك يا باشا. لا سيبه. ثروت كان منفعل متوتر وبيغلي وعينيه كان بتترجم اللي جواه. سعادتك قريت في عينيه يا باشا. دول ملفين بتوع مديونات شركتنا لمصنع الفوي الصويا، انا بصيت عليهم قبل ما ادخل لحضرتك، وكان عندي اقتراح انه لو سيبيهم دلوقتي مش وقت. خد البدله السوداء اللي هناك دي، اديها الرمزي بتاع الامن يوديها المغسله، هروح بيها الحفله الليله. هو عارف فين المغسله وعارف هيعمل ايه. طب والبدله اللي حضرتك لابسها، حضرتك لابسها من امبارح. انت يا بنت انت بقيتي مركزه معايا قوي. انا فعلا كنت لابسها امبارح، لكن مش مهم. ايه تاني؟ مدام شهير عايزه تقابلك. طيب خليها تدخل وخدي معاك البدله. حاضر. يا بنت امرني سعادتك. روح خلص اللي وراك وتعالى. ماشي يا باشا، مش هتاخر. اتفضلي. انت السبب، ما تظلمنيش يا ضيعه من فضلك.
أرجوك عشان خاطري أبوس إيدك. قبل بس ما تعيطي وتنزلي دموع وتبوظي المكياج بتاعك، أحب أقول لك إن علاقتنا انتهت. بس مش همنعك من الشغل ولا هقطع عيشك هنا. مرتبك ومكافئاتك وبدلاتك ماشية زي ما هي، بس اتعودي من النهاردة إنك تعتمد على نفسك عشان الميغة بتاعت زمان انتهت. طب اسمعني بس يا ديا، اسمعني، هتلاقيني والله ما تحلفيش. التكية قفلت. استنى. نعم يا رزا. بقولك ايه، انت بتجيب فاتورة من المغسلة دي ولا لا؟ لا، وعلى فكرة مدام شهيرة هي اللي بتحاسبني وفاهمة النظام. مدام شهيرة؟ لا يا اخويا خلاص، الموضوع ده اتغير، انا اللي هبقى مسؤولة عن كل حاجة من الوقت ده. انا بقى مش فاهمة النظام، في نظام جديد. هو حضرتك؟ ايوه حضرتي، همسك الحسابات من هنا ورايح، كل صغيرة وكبيرة في الشركة دي تجيلي انا، فاهم؟ اتفضل، ما تنساش الفاتورة. المدام شهيرة ايه؟ ما راحت خلاص. الله، انا مش موافق يا ثروت. الصراحه الديه ما عجبنيش اللي انت عملته. تأجر رجاله تانيين يروحوا يطخوه؟ لازم تطخوا في صدره عيارين منك ليه، بندقيتك في يدك وخلقتك في خلقته. يا حاج ابو زارع، على مهلك عليا شوي، انا ما رايحش اخد منه بتاري، انا بدي اخلص منه سكتي. بعدين احنا هنا مش في كفر، احنا نشب سواج، احنا هنا في مصر. التار تار ان كان في مصر ولا في اسكندرية، مش دي افرح ديه اللي خد ابوك غدر وفلسه لحد ما جاب اجل وعامد متعمد؟ صح يا كبير صح، عشان كده انا مجل رجالة يقوموا بالليل ويخلصوا الموضوع، ولا انا لازم يعني اتشنق عشان انتوا تستريحوا. يا كبير الحاجات دي ما حدش عاد بيسويها بروحه. خلاص ابعت لك الواد حشادي ابن عمك عبد الحكم والوادي حسين ابن عمتك بخطرها، ويبقى عيلتنا خارج طارها بيدها مش بيد حد غريب. يا كبير روق واشرب القهوه وانا هقول لك انا ناوي على ايه. معايش ستار ابوك يضيع يا ثروت. ما تخافش، راس ابوي في تربته، ما تخاف. يا حمود يا حرام، والله ما تستاهل اللي حصل لها ده ابدا. قصدك ايه يعني؟ لا مش قصدي حاجه يعني، انا قصدي انسانيا، لكن كشغل محدش يطقها بصراحه، انما انا وانتي سمنه على العسل، انت حبيبتي يا دوله. طب اجري هاتيلي دفتر المكافئات والبدلات بتاع الشهر اللي فات. اجري ايه؟ اجري دي تجري، ما انا لازم ابص فيه قبل ما ادخله لديا بيه. لازم نراجع نفسنا شويه، عايزين نشوف مين الناس اللي بتشتغل نزودها والناس اللي بتتدلع نقصقصها. اجري يلا. انت نسيتيني اصلا، انت عايزه فايل ايه؟ دفتر المكافئات والبدلات يا اختي، انجزي. للأسف ما كنتش أقدر أنطق. والبند ده عبقرية زمانك، هتوفري فيه كام إن شاء الله بقى؟ بند انتقالات الموظفين يا فندم، البند ده لوحده بيعمل حوالي 9000 جنيه في الشهر. أي موظف عندنا بينزل يعمل مأمورية أو يأدي خدمة للشركة بنحاسبه على أجرة تاكسي. ليه؟ مع إن إحنا عندنا عربيات نص نقل تحت متلجة من الوقف. كل الحكاية إن أي موظف عندنا هياخد العربية هتوصله لغاية المأمورية وخلاص، هو مش رايح يتعايق. وهتوفري كام على كده؟ حوالي التلتين يا فندم، يعني تقريبا 5000 جنيه. وبقيه البنود التانيه هتوفر كام في الاجمالي تقريبا يعني؟ ما بين 12 ل 14، ولو قربنا على نفسنا شويه ممكن نخليهم 15 راية. طيب لو عرفت تعملي كده فعلا انا هديكي باللي هتوفريه 5% شهري. طب ما تخليهم 10% يا فندم، دي فلوس جايه من الهوا. انت ازاي بنت انت ما كنتش اعرف انك انت مصيبه كده؟ ازاي؟ لوحدك ولا معاك حد؟ يا عم ما تخافش، ولا في الميز ولا ايه؟ مفيش حد ورايا. والريس ما جاش معاك ليه؟ ما تقلقش هتقابله، بس الاول اديني التمام.
طب ادخل وانا فاهمك الدنيا فيها ايه. ناوية؟ حلوة دي. طب ومدام شهيرة؟ بقولك يا ماما، لما تكوني عايزة حاجة بقي تعالي لأختك، ده اعتبريه اوبشن مني ليك انت بس لوحدك. خلاص؟ روحي بقى دلوقتي ندايلي حمودة ورمزي عشان يرموا المكتب ده بره. حاضر. احتليتي مكتب شهيرة بالسرعة دي؟ استاذ عبيد. استاذ عبيد ايه بقى؟ انت خليتي فيها استاذ عبيد؟ ده انت اللي طلعتي استاذ النمائي على حق ربنا. الموضوع طلع بجد، ما كنتش اتوقع. البيت ده ولد دي كانت تايهه عني فين؟ بصراحه انا كنت اتوقع اي حاجه الا ان شهيره تطير. دي طارت ايه؟ فراشه؟ لا بالمناسبه، هي طارت ولا اتزحلقت؟ استاذ عبيد، القرار قرار ديا بيه، انا ماليش دخل بيه خالص. جرايه يا ماما، انت فاكرة نفسك بتكلم واحد من الكونغو ولا ايه؟ لعلمك يا بت انا اللي بنيها على كتافي، وعارف مخابئها ومداخلها ومخارجها، وعارف القرد بيخبي ابنه فين. انا مش فاهمة تقصد ايه من الكلام ده. لا فاهمة، فاهمة كويس قوي. وخدي بالك، مبروم على مبروم ما يرولش، لان شهيرة حكت لي كل حاجة، كل حاجة. وبالمناسبة اللي جوه ده ضيا بيه ما بيخبيش عليها حاجه، ما بيخبيش عليها لا شهده ولا ورده. وانا ايه اللي يخصني في الكلام ده؟ سلام عليك. ايه ده؟ امال شهيره فين؟ سعاده الباشا، معقول وانا اقول القاهره منوره كده ليه النهارده؟ كذاب كذاب في اصل وشك، بقالي يومين في مصر ما سالتش عليا. انا اسف يا باشا. مين دي؟ دي سكرتيرة الجديدة مكان شهيرة، مؤقتا مش على طول يعني. مؤقتا؟ انت ما تعرفينيش يا حلوة. حلوة؟ اسمها دولت. دولت يا باشا، دولت. ازيك يا دولة؟ الحمد لله. فين يا نازلة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بقالي كتير ما شفتكيش يعني. معلش مشغولة شوية. طب والله وحشتني جدا. مالك في ايه؟ زي ما يكون اتقتلك قتيل. خير؟ اتقتلي قتيل اكتر من كده يا لملومة، اكتر من كده كان ممكن انا ابقى القتيل. ليه؟ هو الموضوع صعب قوي كده؟ مالك مستهترة قوي بالموضوع؟ صعب. انا في ورطة محتاج 50,000 جنيه دلوقتي ومعيش. ورطة مع مين يا عاصم؟ ورطة مع عوض الكلف. الحاج عوض بتاع محلات الصرافة؟ ده انا اللي جايبه لك زبون في شركتك. لا لا لا، انت كده ممكن تخسرني الراجل ده. خسرك الراجل ده؟ ايه انت فيها دي؟ مش مصدق. احنا في ايه ولا في ايه يا لملومه؟ يعني في ايه ولا في ايه؟ انت قلت لي على التليفون كل مشكله وليها حلها. اه يا عاصم، بس فلوس معايا ما تلاقيش. فلوس؟
انت بتستندلي معايا ولا ايه يا لملومه؟ انا بستندل يا عاصم؟ انت بتظلمني؟ انت عارف انت ساحب مني لحد دلوقتي كام؟ ولا ناسي؟ وكل مره تقول لي هرجع لك فلوسك يا لمي، هرجعها لك وما بشوفش منك حاجه. رغم كده عمري ما نطقت معاك بكلمه، بس انت اللي خليتني انطق، وعمايلك دي هي اللي تخلي الحيطه تنطق. ما تقوليش على نفسك حيط. خلاص بقى يا عاصم، عشان خاطري ما تزعلش مني. والله ما كانش قصدي، انا كنت بس بقول لك رايي. طب يا رب اموت لو زعلت مني. خلاص خلصت يا لملوم، وصلنا، انزلي. طب قول لي، هتفوت عليا النهارده تاخدني الحفله؟ مش رايح اي حفله. لا يا عاصم ما ينفعش كده، دي حفله مهمه وفيها ناس تقيله كلهم معاهم فلوس وبزنس، جيوبهم مشخشخه يا عاصم. يا متبهدل ومزاجي زي الزفت. لا عشان خاطري يا عاصم وحياتي، وحياتي دي حفله مهمه، خليك ذكي، فكر شويه. ماشي، انا برضه احب الشخشخه وعشان خاطرك. ميرسي يا عصام. كنت فين يا ماما؟ هو انت ما رحتش الشغلانه اللي كنت رايحها ولا ايه؟ لا رحت بالصلاة على النبي وقبلت الحمد لله. اخ مش تقول لي يا ابني وتفرحني وتخلينا زغرت. استني بس، زغريت دي مش تعرف الاول اشتغلت ايه وتشوفي لبس الشغل بتاعي. اليونيفورم ارنوب. ايه ده يا ابني؟ هتكون يعني بدله سواريه ارنوب. اشتغلت في محل لعب اطفال، حته ارنب صغير كده. صوتي يا اما اقول لك على حاجه، زغرتي اعملي اي حاجه، اتفرج على التلفزيون. طب الحفلة اللي رايحها أخينا دي هتبدأ إمتى؟ اسمع يا صبري، أنا هروح الشركة طوالي، أخلي كم موظف من موظفين الشركة اللي موجودين في وردية الليل يشوفوني وأنا موجود في الشركة. ومش بس كده، أنا هعمل حاجة تانية خالص، هتصل بكل العملاء اللي موجودين في الشركة، هقول لهم إن في اجتماع مهم ولازم يجوني في الشركة حالا. كده لو حصل في الامور امور يبقى احنا بره اي شبهه، وزي ما بيقولوا الحرب خدعه.